يلعب الفرقه لفوق. عشان يبقى يسحب لفوق بالظبط. انا معجب بيه جدا يا كابتن عيد، يعني الحقيقه من اول يوم شفتك بتتكلم فيه في التلفزيون. انا بحب المدربين اللي عندهم كاركتر، عندهم شخصيه، عندهم كاريزما، وحسيت ده بيك بشكل كبير جدا. انا عارف لما يعني شغلتي يعني كاعلامي ان انا هجمع معلومات عنك، فجمعت شويه معلومات عنك، لقيت ان انت قصه كفاح كبيره جدا، وان انت اصلا يعني شغلتك مش كوره، وبعد كده مسكت يعني مسكت الفريق. مش قصدي طبعا، كنت انا عارف مسيرتك كلاعب، لكن انت عندك شغل تاني بره الكوره، وابتديت ان انت بعد كده تبقى مدرب، وجمعت اللعيبه، وعرفت ان علاقتك باللعيبه علاقه مميزه جدا. يعني انا عرفت ان انت اللعيبه كانت مستعده في وقت من الاوقات في الدوري السنه اللي فاتت ان هي تموت نفسها عشانك، ودي انجح علاقه ممكن تحصل ما بين اللعيبه وما بين المدرب. عملت الفرقه بتاعت البنك الاهلي دي من الاول من الدرجه الثالثه، وبعد كده صعدتها، وبعد كده الدوري للدوري ممتاز ازاي؟ كابتن ميدو، طبعا انا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله اللي انت بتتكلم عليها، لكن الحمد لله يعني كل مدرب ليه شخصيته وليه امكانياته وليه حظوظه في الحياه عامه. انا زي ما حضرتك مفيش مدرب او ان هو بيعتمد على الكره بس، غير يعني في دوري محترفين في أجواء. احنا طبعا لا حتى عندنا مدربين شغل، الكبار على فكره عندنا شغل تاني الشخصية. طبعا الكره طبعا يعني لو ما كانتش دوري ممتاز دايما او مثلا انت في اوروبا زي حضرتك او زي الناس دي، لازم يبقى ليك عمل تاني ولازم يبقى ليك شغل تاني. لكن انا كنت يعني مرسخ كل شغلي ان انا يعني اركز في مركز في كره بتحبها. الكوره بعد ما بطلت، لازم كان عندي هدف، وانا دايما حتى وانا بلعب عندي الحته دي موجوده ان انا دايما عينيا كويسه. كابتن عيد على فكره لعب في البلاستيك، ولعب في طلعت حرب وطلع الجيش واتحاد الشرطه ومياه القاهره والبلاستيك، وتاريخ طبعا في التدريب في البلاستيك وكوكولا وبورتو السويس ومنيا سمنود والبنك الاهلي. اسف قطعتك. تمام. فانا بتكلم انا دايما حتى وانا بلعب كنت برضو بحاول لما بشوف لعيب صغير، بشوف لعيب في اي مكان، برضو بحب ان انا اكلم المدرب عليه، ان انا اجيبه النادي، اجيبه هنا، يعني دايما كان الحته دي موجوده. ف يعني زي ما كنا بنتكلم قبل البرنامج، اهم حاجه يا كابتن ميدو هو صناعه الفريق او تكوين الفريق عشان تقدر تعمل المنظومه دي. فدي الحمد لله موجوده عند الواحد، ان هو انا دايما بروح اتفرج في كل حته، دايما بحب يعني اروح انديه درجه رابعه، بروح انديه درجه ثالثه، بشوف لعيبه مغموره ممكن احنا نشتغل عليها. احنا كمدربين ما عندناش يعني الوكيل او الحد اللي ممكن يجيب لك لعيب، او ما عندكش فريق كشافين، او لازم تعمل كل حاجه الكلام ده بنفسك كله. يعني. فاحنا كل حاجه بنعملها بنفسنا، فنجيب لعيبه مغموره بنقدر نشتغل عليها، زي ما تقول المدرب الصنايعي، اللي هو ممكن بالبلدي ان هو ممكن يجيب لعيب كوره يطلع منه لعيب كبير وبيعمل منه نجم، وده انا الحمد لله انا نجحت فيه كتير. يعني انا ما في ناس كتيره فاكره ان شغله التدريب ان انت تلبس بدله وقميص وتقف على الخط وتتكلم في التلفزيون وبتاع. التجارب التجارب بتاعت الناس اللي هي واخدها من تحت قوي في التدريب بتثبت عكس ذلك تماما. ايه اصعب حاجه واجهتك علشان تقدر ان انت تاخد فريق من تحت من الدرجه الثالثه وفي سنه واحده؟ صح، صعدوا في سنه واحده، صح؟ طبعا في سنه واحده ان انتوا تطلعوهم، انا عارف دي حاجه مش سهله. دي يعني من حاجه يعني ده انجاز كبير جدا، ممكن ما يكونش اتكرر كتير غير في حاجات بسيطه جدا، يعني بالنسبه ان من درجه ثالثه لممتاز بيه على طول تاني سنه تبقى ممتاز. يعني هل كان محطوط لك بادجت ان انت تقدر تصعد ولا لا؟ لا لا، يعني هي نفس اللعيبه اللي كانت معاك من الثالثه؟ لا، انا كان في تدعيمات، لكن مش تعليمات قوية، يعني كان في تدعيمات، لكن على حسب يعني المجموعة اللي احنا بنشتغل فيها، على حسب الظروف، على حسب الأجواء اللي احنا هنمر بيها يعني. لكن النهاردة انت بتروح مجموعة الصعيد ليها لاعبتها وليها أجواءها وليها ظروفها، غير مجموعة القاهرة، غير مجموعة بحري. طبعا الكباتن الكبار عارفين الكلام ده كله، فاحنا انتقينا اللعيبة على شكل الأجواء اللي احنا هنمر بيها. لكن زي ما انت قلت في الأول، احنا ابتديناها من تحت، والظروف صعبة جدا طبعا. مفيش مدرب مثلا بيبتديها من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية، تغير صعبة. احنا بنمر بملاعب سيئة جدا يا كابتن ميدو، احنا في ملاعب ما فيهاش أوض لبس أصلا. يعني ساعات احنا ممكن يعني تبديل الملابس أو تغيير ملابس اللعيبة بيبقى في الأتوبيس. الدنيا صعبة جدا، الأجواء صعبة، الجماهير على الخط، حاجات صعبة طبعا احنا مرينا بيها كتير جدا. وكل حاجه، كل شيء. يعني انت لو النادي ما عندوش امكانيات ما يقدرش يوفر لك الحته دي، ما تقدرش تكمل. لكن احنا الحمد لله ربنا بيكرمنا ان احنا بنشتغل في نادي بيقدر يوفر لنا الحته دي كويس، ان احنا نقدر نعمل الكلام ده كله. يعني حتى مجموعه الصعيد احنا كنا مشاوير بعيده جدا،
8 ساعات و7 ساعات. طبعا النادي كان موفر الباص بتاعه يعني حاجه كويسه جدا. بنروح قبلها بيومين برضو الناس تقدر ترتاح يعني. امكانيات الحمد لله امكانيات كويسه بنقدر نشتغل عليها بالنسبه للسفريات بالنسبه للاجواء دي. لكن برضو في حاجات تانية بتبقى صعبه يعني. انا برضو يعني حتى في نادي البنك الاهلي في حاجات كتير ممكن تمر بيها بالحاجات كويسه جدا والحاجات الصعبه اللي احنا دخلنا فيها طبعا. فده احنا كل مدرب بيشتغل على الظروف اللي بيقابلها. انا من المدربين اللي ما ببصش جنبي يعني او ما ببصش حواليا. طبعا انت عارف في كل نادي وفي كل مكان ان بتلاقي في بعض الناس ان هم مش عايزين لك ان انت تنجح ان انت تبقى كذا. لكن انا مكبر دماغنا وبنشتغل في سكتنا. اي اجواء حتى بنتحط فيها عندنا حاجه ناقصه يعني ما بنركزش. انا بركز في الهدف لان انت عارف احنا بنروح انا مطلوب مني هدف. بتعاقد مع نادي بيبقى مطلوب مني هدف يا كابتن. هو ان انا اصعد. فالصعود ده بيبقى الهدف ده كان محطوط لك من اداره البنك الاهلي. انا دايما انا كمان انا عندي الهدف ده اصلا يعني. انا دايما جوايا الهدف ده. انا عندي حتى التعادل بيبقى بخساره يعني. حتى لعيبتي اللعيبه اللي بجيبها كمان يعني الناس بتسمعني هم دايما انا بقول لهم لو ما اتحطيتوش تحت ضغط معايا مش هننجح. لان اللي عايز يبقى اول لازم يكسب كل الناس. فاللعيبه طبعا من البدايات بتبقى موجوده تحت ضغط. فالحته دي انا حاططها جواهم من البدايه. عايز تنجح عايز تكبر لازم حلمك يبقى قدام عينيك. لازم احط انا هلعب دور ممتاز لما احطه قدامي. لعبته دلوقتي لعبته بكره لازم يبقى قدام عينيك. فده دايما كنا من حته الحته بقى المعنويه والاسريه اللي بينا تبقى كبيره جدا يعني. احنا دايما اي لعيب حتى لو اقعد معاه فتره صغيره لازم يبقى اخويا الصغير. لازم نحتويه اولا بره الكوره وجوه النادي يعني. مش شرط ان هو مثلا يبقى بره النادي ده لا انا بره النادي انا معاه. نخرج نتقابل عنده مشكله نبقى معاه عنده فرح احنا معاه. هي دي الحته اللي الحمد لله الواحد يعني برضو بيدور عليها قبل اي حاجه تانية. لان لعيب الكوره لو ما حبش المدرب كابتن ميدو مش هيدي له حاجه. انا زي ما قلت لك لو ما عنديش لعيب كوره بيغيب. ما عنديش لعيب كوره يجي يقول انا محتاج جنيه. لو هو محتاجه ومش لاقيه ما يقدرش يقوله لان هو عشانك ممكن يعمل اي حاجه. ما فيش مشاكل. ما كناش بنصدر مشكله لمجلس الاداره الحقيقه يعني. الكلام اللي بيقوله كابتن عيد هو يمكن اهم حاجه في التدريب. المان تو مان مانجمنت او علاقه المدرب باللعيبه. ازاي ان انت تدير اللعيب وكل لعيب عقليته عامله ازاي ومين تنزل له تحت ومين تطلع له فوق. وعلى فكره دي حاجات بندرسها في البديهيات في 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 الدراسات التدريبيه. وفي مدربين كبار في اوروبا نجحوا بالسبب ده. المان تو مان مانجمنت ازاي ان انت تقدر تدير اللعيبه. وانا على فكره يعني حاسس بالمدربين اللي هي